السلام عليكم اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد ومهم جدا واللي راح نكشف فيه الحقائق الكاملة عن ما يتم الترويج عنه بقوة عبر بعض الصفحات وكذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي اذا هل تم حقا اقالة جمال بالماضي من المنتخب الوطني وهل حقا تم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربا جديدا للجزائر هذا ما سنكشف عنه في هذه الحلقة المهمة والمهمة جدا لذلك تابع الفيديو حتى النهايه كي تعرف الحقائق الكامله كذلك اضغط بكثافه على زر الاعجاب حتى ينتشر هذا المقطع بين كافه الناس وإذا كنت أول مرة تشاهد فيها فيديوهاتنا فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد مستقبلا وشكرا للجميع إذا خوتي وقبل يعني ما نحكو على هذا الموضوع حيب يعني نعاقب على واحد الموضوع أيضا يخص الناقب جمال بالماضي واللي أيضا عمل ضجة كبيرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي نترككم أولا مع هذا المقطع القصير ثم نعود إليكم من جديد اهلا بكم في وين وين مغاربي كشف مصدر خاص لموقع وين وين ان مدرب المنتخب الجزائري السابق جمال بالماضي هدد الاتحاد الجزائري لكره القدم باللجوء الى الفيفا في حال عدم حصوله على كامل مستحقاته المتمثله في رواتب 35 شهرا سبعة ملايين ومائتان وثمانون ألف يورو، علما أن عقده ينتهي في ديسمبر من عام 2026. إذا كما سمعنا خوتي، وأنا يعني حبيت نحكي شوي على الموضوع. أولا جمال بالماضي إلى حد الآن مازال مرتبط مع الجزائر حتى ديسمبر 2026 إلى حد الآن يعني مكان لا استقالة ولا إقالة. نقول على الاقل الى حد هذه اللحظه خاوتي اللي قاعد نحكي فيها معاكم انا حير في حاجه حاجه وحده برك يعني جي يعني حبيت نفهمها كيف يعني السيد مصم يعني ما استقالش وبديتو يعني تفكروا على مدرب يعني تفكروا في مدرب جديد والله يعني تجي تفهم يعني الدوخ كفاية يعني يفكروا هذوما العباد يعني يعني هو من المفروض اولا اللي حايب يعني الى حايب يعني تحوس على مدرب جديد لازم اولا يتم اقاله او استقاله المدرب القديم صدقوني اول مره يعني نشوف حاجه يعني حاله كما هذه المؤسفه وهذه يعني شفتها غير يعني عندنا في الجزائر يا خويا احنا ما قلناش خلونا بالماضي يعني بالصيف صح صحيح انا واحد من الناس يعني راني مع بالماضي حتى الكرتوشة الاخرى ظالم او مظلوم ومانيش قاعد يعني ندافع عليه بل ندافع على مصلحة الفريق وصدقوني يعني قاعد نحكي معكم خوتي ومانيش عارف يعني بهن نبدأ اه يعني عندي كثير من التعقيبات كفاية يعني راح نقنع يعني بحاجة واحدة برك خوتي الاتحادية نتاعنا هذه يا ولد صادي والله انا اولا ماني لا مع صادي ولا مع بالماضي خوتي صحيح يعني حي بالماضي يواصل مع المنتخب ميثاني مانيش يعني ضد صادي يعني بكل صراحة يعني هو كرئيس للفاف هو يعني من يقرر في, في النهاية مي خايف من حاجة واحدة بركة خاوتي انه هو في النهاية راح يدخلنا ويدخل المنتخب في حيط المنتخب حاليا يعني ماهوش منهار خاوتي المنتخب نتاعنا راهو ماهوش منهار صحيح كاين بعض الاخفاقات يعني مي يعني كتقي يعني كتقييم ماهوش في انهيار المنتخب كون يعني نربط الاحداث منذ مجيء يعني بالماضي من 2018 الى حد الان يعني في ست سنين يعني عندنا غير ست هزائم وحاليا في صدارة المجموعة اللي تأهل يعني تأهلك لكوب دي وبالعلامة الكاملة خوتي بست نقاط يعني المنتخب ما مهو يعني المنتخب يعني مزال حاكم مزال حكم راح خاوتي مستوانا ليس بالكارثي بالماضي يعني حاب يكمل يعني مزال قادر بالماضي يعني ومازالت عنده كلمة في المغرب العام الجاي راح تكون يعني كان في المغرب ما راحش تكون في الأدغال يعني كما شفناها سابقا نعرف يعني تاريخين المنتخب ما عندوش تقاليد في الادغال يعني كنا يا اما نطلع للدور الثاني بصعوبه يا اما نخرج من الدور الاول هذا تاريخيا يا خوتي للاسف هو تاريخيا في الادغال هذا هو التاريخ نتاعنا لكن عندما يعني يتعلق الامر آه لو نلعب في منطقه بارده شويه يعني راح تكون عندنا كلمه اخرى واكبر مثال مع نفس الرجل يعني دينا معاه في مصر دينا لكوب دي افريقيا الثانيه تاعنا وزيد مازالت يعني كوب دي الحدث الاكبر الذي يعني لا يقارن باي حدث اخر ورانا الى حد الان مع بالماضي في الطريق الصحيح خوتي اليوم مازالوا حتى يعني مازالوا حتى ما نحوش بالماضي يعني صايي عملوا لك لجنه يعني بدو يعني يفكروا في مدرب جديد وكل مره يعني نسمعوا مدرب جديد مره في بيتكوفيتش هذاك مره حليل وزيتش ما نعرف انا المهم يعني فض بتش هذية على يعني على, على الاخر بين راح يعني تدونا للهاويه وراح تخسروا علينا غير الله غالب الله غالب وعلى ما يا بيتكوفيتش ومؤخرا خاوتي او امزيد يعني رشحوا لكم كيروش يعني حتى هو يفض ببتش ولا بش ربي تستر بالاخص يعني هذا المدرب هو اللي كنت خايف منه صدقوني هذا المدرب بالاخص هذا الرجل ما عنده ما يقدر يجير للمنتخب وشفاو على كلامي خاوتي لو كان يعني صحيح يجي للمنتخب راح يعني أن يعني حنضيعه قلنا انه حاليا مناش في انهيار مع الماضي لكن مع كيروش راح نرجع لنفس الاحداث نتاع 2017 كما غيرنا اكثر من مدرب في وقت وجيز وكان اخرهم رابح ماجر يعني كلها تتفكروا وكم تعرفوا بقيه الاحداث يعني ما كلها نزيدو نزيدوا في هذوما التفاصيل كيروش يا خاوتي ما عنده حتى تاريخ حكم البرتغال يعني 2014 خرجهم من الدور الاول في كاس العالم احكام ايران كيف كيف ما دارش يعني حاجه كبيره احكام كولومبيا كولومبيا كانت من اكبر المنتخبات في امريكا الجنوبيه ولا تتهز بالسته والسبعه مع هذا المدرب وضربناهم احنا احنا ضربناهم مع بالماضي وكيراش معاهم خالتي بثلاثة لو تتذكرون ثلاثية نظيفة ثلاثية كاملة وزيد ما اهلهمش يعني حتى لاكوب دي كولومبيا هذه ما تاهلتش في عهد كيراش في ذاك الوقت بل كان يعني عنده غير نجاح واحد فقط اللي هو مع مصر مصر اللي يعني تقدر تلعب لك كوب دافريك بلا مدرب خلاه وتقدر تدها عادي وعادي جدا وصل معاهم في ذاك الوقت في الكاميرون كانت البطولة وصل معاهم يعني للفينال وهذا هو الانجاز الوحيد اللي عمله في حياته هذا لكان يعني تشوفوا فيه انتم انجاز مصر هذيك تلعب كما قلنا بلا مدرب يعني تجير كلاكوب نورمال يعني ربي تستر المنتخب حاليا راهو في خطر كبير وما كانش يعني شكون يحميه ما كانش اللي يقدر يخلصنا من هذه المهزلة ما نقدر نقول حتى يعني شيء غير ربي يكون معنا وصحيح اللي رضيناش يعني نخرج من الدور الاول وهذه وهذه هي تقاليدنا في كؤوس افريقيا صدقوني راح نولو نرضوا حتى كي ما الكاس العالم ونقولو ديما ديما ربحنا كبيرة ولا صدي واش نقولوا وكاس العالم هو الحدث الاكبر والمهم واللي تقدر تقيم فيه روحك وتبني عليه مشروعك الحدث الاخر خاوتي واللي حكينا عليه يعني حكينا عليه ياسر هو ببعض الصفحات اللي قاعدة تشوه في جمال بالماضي وتكره في الشعب في بالماضي فهموني يعني برك كيفاه يعني يقدروا يعملوا معاه كيما هكا لو كان يعني مجاش جاش ولد بلادنا يعني لو كان جا مدرب أجنبي لو كان عطاوه الشكارة وراح بلا غير لف ولا أي دوران ميكي عاد بالماضي ابن جزائري حر هم قاعدين يشوهوا فيه ويحرقوا فيه وزيد يعني انتم اللي حابين يعني تجيبوا لينا هذا كيراش كيراش ماهوش راح يجيك يجي باطل. كان يعني يدي مع ايران في 300 300 الف اورو وشوي وكان يدي مع البرتغال ومع مصر تقريبا قد بالماضي حاليا واكثر شوي خاوتي وعلى الاقل يعني خلاه انت ماكش ضامن حتى شيء يعني ماكش ضامن باه تتاهل لكوب اللي جايه وانت يعني مستعد باه تدفع له ضعف اللي قاعد تدفع فيه حاليا بالماضي يعني انتم حب... انتم حاليا يعني حابين تريسكو بين ربي يهديكم بالماضي الماضي راهو مطلب شعبي كيفاني تتحثوا آه تتحدوا يعني كيفاه تتحدوا شعب كامل وتجيبوا واحد يعني ما كمش حتى ضامنين معاه ما ضامنين معاه والو يعني هذا اللي راح يجيكم ما راحش يجي باه يخدم وتفكروا كلامي مليح خاوتي كيراش لو كان يجي ماهوش راح يجي باه يخدم راح يجي على جال الصور على جال الشكاره فقط خاوتي خاطر عن باله انه ماهوش راح يقدر يخدم مع هذوما العباد واكبر مثال بالماضي حاليا وقبله حليل زيتش اللي الى حد الان ماهوش حي يرجع حليلو زيتش للمنتخب بالرغم انه نجح غير مع الجزائر خاوتي خاطر عن باله أه كاين عباد ما تحبش نجاح لبلادها وراح يعني راح يحبوا يكسروه ومن بعد يطردوه كما حدث حاليا مع بالماضي المهم خالتي أه هذه هي الترشيحات حسب الشوفا كارلوس كيروش هو الاقرب الى حد الان لخلافة بالماضي هذه اللي قاعدة تدور حاليا بقوة ما نعرف كيف راح تكون النتيجة الاخيرة في النهاية المهم في الاخير لا تنسوا مشاركتنا ارائكم في التعليقات جام واشتراك بالقناه كي يصلك كل جديد والسلام